الحمد لله يا ربي اني كنت موجودة في الالعاب الاولمبية ومثلت بلادي ورفعت علم بلادي ورفعت راية تونس. احساس كبير برشا انك تكون موجود في تظاهرة اولمبية. الالعاب الاولمبية مش اي تظاهرة تصير كل 4 سنين. حاجة كبيرة برشا انك تكون مشارك وموجود سورتو معناها تكون موجود على منصة التتويج. فرحتي كبيرة برشا بالميدالية. الحمد لله اني شرفت بلادي ورفعت راية بلادي وفرحت شعب تونس الكل وفرحت المرأة العربية والشعب العربي كله بالميدالية هذه. اول ميدالية في رياضة المصارعة عربيا وافريقيا. ان شاء الله يا ربي معناها الجاي يكون خير. وان شاء الله في طوكيو 2020 نكون متوجة بالذهب مش بالبرونز. تويك المسؤولية كبرت وان شاء الله معناها نكمل في على المنوال هذا وتكون تتويجات احسن يا ربي ان شاء الله.